نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المزارات التي في المدينة كجبل أحد والرماة وقبور الشهداء والبقيع والمساجد السبعة وقباء، هل يشرع زيارتها؟ أما قباء فهو مسجد يزار، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور. الله جل وعلا يقول له: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، يعني قباء، فكان صلى الله عليه وسلم يزوره ويصلي فيه كل سبت ماشيا عليه الصلاة والسلام. وليس في المدينة مسجد تشرع زيارته إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وأما غيرهما من المساجد فهي كسائر المساجد الأخرى، إن وافقتك الصلاة فيها صل فيها، وإن ما وافقتك الصلاة رح صل مسجدا آخر، كلها سواء، ما لبعضها على بعض مزية. ولا جبل أحد ولا جبل الرماة ولا كلها، ولا المساجد اللي يسمونها السبع، ما هي مساجد، هذه مشاهد، ما هي مساجد. من قال أنها مساجد؟ المساجد يصلى فيها، تبنى للصلوات الخمس، هل هذه مبنية للصلوات الخمس؟ هل يصلى فيها الصلوات الخمس؟ هذه يقولون أنها آثار، يسمونها آثار، وهي مزعومة وموهومة ولا أصل لها، فهم كذبة في هذا. نعم.